مساء الفل عليكم، صايمين ومحتارين تاكلوا ايه وعايزين حاجة تكون من غير زيوت ومن غير قلي وسهلة وبسيطة وسريعة. تعالوا النهاردة نعمل ألذ وأحلى غدا صيامي، سهل جدا وسريع جدا وطعمه حلو قوي قوي، وطريقته جديدة يمكن مش ناس كتير تعرفها، بس هتجربها فعلا مش هتبطلوا أبدا تعملوها. حاجة كده حلوة قوي قوي قوي. ما تنسوش بقى تعملوا لايك وشير، تشاركوا في القناة، تفعلوا جرس على كلمة الكل، ياريت كل اللي يشوف الوصفة يعمل لايك. وبالنسبة بقى ليه عايزاكم عايزة اعرف بتتابعوا القناة منين وتوصل لكم الوصفات، وكمان هسيب لكم لينك صفحتي على الفيسبوك لو حابين كمان تشتركوا فيها. معاكم شيف نرمين الماجد، ويلا نبدأ حالا. دي نص كوباية من الفاصوليا البيضة، هبتدي ان انا انقعها في مية، وبعد ما بنقعها في مية ببتدي ان انا اسلقها خالص، يعني اسلقها خالص خالص لحد ما تتهري كده من السلق. تمام، مش عايزين اكتر من نص كوباية بس من الفاصوليا. الفاصوليا طعمها في الوصفة دي حكاية غير اي طعم قبل كده اكلته في الفاصوليا. بعد كده بجيب برضو نص كوباية من الحمص، بناخد نص كوبايات، نص كوباية من الحمص بتاع الكشري، برضو بنكون نقعينه قبلها بساعة، وبعد كده بنبتدي ان احنا برضو نسلقه. الحاجات دي او البقوليات اللي لما نيجي نسلقها بنحط معاها معلقة سكر عشان تسرع بس عملية السوا ومتاخدش معانا يعني بوتاجاز كتير. تمام، وبعد كده بعد ما بنسلق كويس جدا، برضو الحاجات كلها عايزينها تبقى مسلوقة حلوة قوي، يعني مش عايزينها تبقى نص سوا او يبقى فيها مضغة او يبقى ناشفة شوية، لا تبقى مهرية كده. تمام، بعد ما بنسلق الحمص برضو بنبتدي ان احنا نصفيه، وبعد ما بنسلق الفاصوليا نبتدي ان احنا نصفيها ونتأكد ان لا الحمص ولا الفاصوليا فيهم مية خالص في السلق. تمام، عشان احنا محتاجين الحاجات تبقى مسلوقة كويس خالص بس ما فيهاش مية، يعني ما فيش مية في الحل. ودي بقى بطاطس، ده حوالي نص كيلو من البطاطس مقطعنا، مختاره بطاطس صغيره عشان كده باينه كتيره، بس هما نص كيلو مقشره كويس قوي، وحتى معاها معلقه ملح صغيره. وبدات ان انا اسلقه برده نفس الطريقه، بسلقه كويس قوي بحيث يبقى زي البطاطس اللي احنا بنهرسها، زي البطاطس المهروسه. وبعد كده بنجمع الحاجات دي في طبق او في عجان او في حله بحيث ان احنا نفرمهم مع بعض، ممكن كب او هاند بلندر لو عندكم، او حتى مطحنه الخلاط. بنهرس بقى الحمص مع الفاصوليا، وبرده بعدها بنهرس معاهم البطاطس كويس قوي. يعني جماعه عايزينهم تبقى عجينه كده خالص، ما يبقاش فيها اي نوع من انواع التكتلات خالص، يبقى العجينه بيوريه خالص خالص زي ما هتشوفوا معايا بالشكل ده. بعد ما نبتدي ان احنا نهرسهم كده، شايفين يا جماعه تلاحظوا ان الالوان الثلاثه دخلوا في بعض عشان هما تقريبا نفس من نفس درجات اللون، الفاصوليا والحمص والبطاطس اهو، شايفين ده القوام بالظبط بتاع العجينه. دلوقتي بقى هنجيب الحشوه بتاعتنا، هنبتدي ان احنا نجيب نص كوبايه من الفول الصويا. لو حابين تستغنوا عن الفول الصويا هقول لكم البدائل واحنا شغالين، بالنسبه للناس اللي قالت لي عايزين بدائل للفول الصويا. عامه الفول الصويا بياخد نص كوبايه، ربع كوباية مية لنص كوباية الفول الصويا. وبعد كده ببتدي احط له مرقة خضار، وابتدي ان انا اسويه على النار برضو في نص كوباية مية تانية. لو عايزين بدائل ليه طبعا تقدروا تستخدموا المشروم، تقدروا تستخدموا العدس بجبة، بس العدس بجبة هتسلقوه الاول وبعد كده هتبدأوا ان انتوا تفرموا. نقول كمان لو مشروم هتقطعوا المشروم وتبداوا ان انتوا تحطوه في الخلطه اللي احنا هنقول عليها. لو عدس بجبه هتبداوا تمسكوا نص كوبايه عدس تسلقوها كويس قوي قوي، وبعد كده تفرموها في الخلاط او في الكبه بس من غير ميه كتير. بس كده. اما الفول الصويا هتبداوا ان انتوا تجيبوا نص كوبايه الفول الصويا، بعد كده بعد ما تحطوا لها ربع كوبايه الميه وتفرولوها كده، بعد كده تنزلوا لها ربع كوبايه ميه تانية وترفعوها على النار مع معلقه مع مرقه خضار. وفطاسة على النار هتجيبوا معلقة زيت وتقطعوا فيها بصلة، سخنوا الطاسة شوية، وبعد كده تقطعوا بصلة وتبدأوا ان انتوا تشوحوها بالشكل ده، عشان احنا هنعمل عصاج هنحشي بيه الصينية اللي احنا عملناها في الاول، او المكونات اللي احنا عملناها في اول الفيديو. هنشوح البصلة تشويحة خفيفة مع شوية ملح وفلفل خفاف قوي، وبعد كده هننزل بفلفل حامي وبارد ونبتدي ان احنا نشوحهم كمان بالشكل ده. واول ما يبتدي الفلفل والبصل ياخدوا لون حاجة بسيطة مش كتير، يعني ما يبتدوش ان هم يلونوا، بس احنا محتاجين البصل ياخد لون كده خفيف قوي. بعد كده هننزل عليه الفول الصويا ونبتدي ان احنا نقلبهم كويس قوي مع بعضهم كأننا بنعمل عصاج، بس بدل احنا بنحط لحمة مفرومة هنحط هنا فول صويا. يعني الوصفة دي تنفع في طاري باللحمة المفرومة، وكمان تنفع بالفراخ المفرومة، وزي ما قلت لكم ينفع نقطع مشروم ونحط بنفس الطريقة، وينفع كمان نعمل عدس بجبة ونحطه بنفس الطريقة. دي كذا بديل للوصفة عشان لو حد ما
بيحبش حاجة او مش عايز يعمل حاجة دي يبقى في بديل تاني. بجيب طماطمية وبقطعها برضو صغير كده، وببتدي ان انا اقلبها بالشكل ده لحد ما تتقلب كويس قوي. وبعد كده بضيف طبعا البهارات بتاعتي المعروفة بقى في الصيام، ملح وكمان كمون مطحون، كزبرة مطحونة، شطة، بابريكا، الحاجات دي، وكمان بضيف معلقة سكر صغيرة وبقلبهم كويس قوي قوي. وبعد كده خلاص بيبقى خلص العصاق بتاعي. ونبدأ دلوقتي نجمع الصينية بتاعتنا، اقول لكم بتتسوى ازاي، واقول لكم كمان بنحط ايه كمان فيها عشان تطلع لونها حلو كده من فوق، لون ذهبي وجميل زي اللي شفتوه في اول الفيديو. هنبتدي دلوقتي ان احنا نجيب صينية، طبعا استخدموا اي صينية انتوا تحبوها، بس انا بحب استخدم صينية التقديم نفسها، ودي بقى العدس بجبة زي ما قلت لكم نفس الوصفة، مفيش اي حاجة، مفيش غير ان احنا بس بنلين العدس، وبعد كده بنديله ربع سلقة خفيفة كده على النار، وبعد كده بنفرمه في الكبة، بس برضو بنفس المكونات، بحط البصل واشوحه بنفس التشويحة، وبعد كده ببتدي برضو احط فلفل واشوحه مع البصل، واكون فرمة العدس كويس ومصفية من المية، ما يكونش فيه اي مية خالص يا جماعة، عشان الناس اللي بتكتب لي كتير في الكومنتات عايزين وصفات تكون صيامي بس ما يكونش فيها فول صويا. اكتشفت ان العدس والفول الصويا بيأدوا نفس الغرض ونفس الطعم، بس طبعا كل حاجة يعني نفس الفكرة، بس كل حاجة لها طعم طبعا، بس لو هتقولولي يعني الفرق بينهم هقول لكم بجد، يعني التجربتين يستاهلوا ان انتوا تعملوهم، سواء العدس سواء الفول الصويا الاثنين احلى من بعض يعني، ومفيدين جدا جدا. بس للناس اللي مش بتحب الفول الصويا العدس برضو بيأدي الغرض وبيعمل نفس الوصفة بنفس الشكل. احنا فرمنا هنا العدس، وهنبتدي ان احنا ننزله على طول على الخلطة اللي احنا عملناها بالبصل والطماطم والفلفل، ونبتدي نشوح العدس، وبعدها برضو نحط البهارات، وهيبقى معايا هنا الخلطتين معايا. وعايزة اقول لكم كمان ان الخلطتين دول ينفع يتحشي بيهم حواوشي، وينفع يتحشي بيهم رواق صيامي، وكمان ينفع يتعمل بيهم مكرونة بشاميل صيامي، لان هو ده العصاج الصيامي بطريقتين مختلفتين، مش طريقة واحدة، كمان للناس اللي عايزة حاجات مختلفة وحاجات جديدة، وكمان ينفع يتعمل بيها سمبوسة صيامي وبتبقى حلوة جدا. كل الافكار دي لو عندك الخلطتين دول تقدري توظفيهم في كذا وصفة صيامي انت تحبيها. نبتدي دلوقتي ان احنا نجيب الصينية بتاعتنا، زي ما قلت لكم بندهنها دهنة زيت خفيفة من تحت علشان خاطر الحاجة من تحت ما تبدأش ان هي تلزق فيها، وبرش عليها رش الدقيق، يعني بدهن دهنة زيت ورش الدقيق كاني بالظبط بعمل كيك. تمام، بنزل نص كمية البطاطس والفاصوليا والحاجات اللي انا عملتها، وبعد كده بحشي في النص، وبعد كده ببتدي اجمع الصينية من فوق بالشكل ده، وممكن احط عليها موتزاريلا صيامي لو انا حابة، وممكن كمان احط عليها بشاميل صيامي لو انا عاملة بشاميل صيامي. بس كده بدخل الوصفة تحت الشواية واكون مشغلة الفرن من تحت، مش بتاخد وقت كتير يا جماعة، اكتر حاجة بتاخدها حوالي تلت ساعة، وبتطلع حلوة جدا وذهبية وجميلة وطعمها جامد جدا جدا. بس بنستنى عليها اول ما بتطلعها من الفرن، مش بنقطعها وهي سخنة عشان تطلع الحتة بحتتها، وتتاكل طبعا مع رز، وتتاكل كمان مع عيش، بتبقى حلوة جدا جدا، واللي بتوع الدايت تتاكل كده، بتأدي الغرض وبتشبع جدا جدا جدا. اتمنى الوصفة تكون عجبتكم، لو عجبتكم ما تنسوش بقى تشتركوا في القناة، تفعلوا جرس على كلمة الكل، ما تنسونيش بقى في لايك وشير للفيديو عشان يوصلكم كل جديد بقدمه، وبشكر كل بيتابعني وبينتسب في القناة، ميرسي جدا جدا ليكم والكومنتاتكم الحلوة، وللإعلانات على القناة سيب لكم اللينك ورقم التليفون المسؤول في صندوق الوصف. كنت معكم شيف نرمين الماجد بألف هنا وشفا، اشوفكم دايما يا رب على خير قريب.